موسى وعبد الناصر من ولاية سطيف، ثنائي شطب من قاموسهما كلمة مستحيل، فبعد أن كانت هذه المساحات الشاسعة بورا حولاها إلى جنة فوق الأرض بعد غرس أكثر من 10,000 من الأشجار المثمرة أغلبها من التفاح المحلي. جينا احنا هنا بدينا لقينا الأرض هذه كانت متخصصة في زراعة الحبوب، احنا خممنا في استثمار اللي يلائم المنطقه هذه. الحاجه المليحه اللي تصلح هنا هي الاشجار المثمره، بالخصوص التفاح، انها منطقه عاليه. نشريو بشويه ونغرسو وبدينا نمشي. دوك في بصفه عامه فايت 10,000 شجره، اغلبيتها تفاح. 7 سنوات من العمل والمثابرة وبإمكانياتهما الخاصة دخل المشروع مرحلة جني المنتوج محققا أرقاما مشجعة، كما قاما بإنجاز أحواض تربية السمك التي كانت نتائجها إيجابية. دخلنا في الإنتاج في العام الثاني، عندنا محصول ما شاء الله غاية الله يبارك، تطيح في حبة تلقاها فيها حتى 400 غرام، عدوى شجرة كبيرة وقت تجيب حتى 6 قناطر. عندنا 3 أحواض مائية ونربيه في الأسماك هذه، مائيات هذه الأسماك، وذاك نقدروا نعودوا حتى نديروا دي بارتناريا مع مديرية الصيد البحري ومع الأخوة، نعودوا يهزوا علينا الحوت. تو نحن إن شاء الله إحنا كون تعاوننا الدولة من جانب، شوف، من جانب الطريق، من جانب الماء، ومن جانب تريسيتي. عندنا طموحات أن قلت لك نروحوا حتى 20-30 ألف شجرة. هذا ويسعى الثنائي موسى وعبد الناصر مواصلة رفع التحديات وتطوير المشروع مستقبلا.